أستاذنا الفاضل، الضيف العزيز الذي طالما انتظرناه بدأ يلملم أيامه ولياليه استعدادا للرحيل، ولكن ما زال فيما بقي خير بإذن الله لمن جدد النية وعقد العزم لاستغلال ما بقي من الشهر الكريم أو من أيامه. يعني كيف يغتنم المسلم العشر الأواخر من رمضان، خصوصا وفيها ليلة خير من ألف شهر؟ أيام العشر الأواخر تكلم عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وكيتكلم على ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، أي من رمضان ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت كتوصف لنا كيفاش كيكون الحال ديال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فقالت: إذا دخلت العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ، يقوم ليلة، يقوم ليلة ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعتكف في المسجد الليل كله هو في الصلاة وفي الذكر. طبعا كينعس واحد شوية باش يجدد، وثم يوقظ أهله، الأهل ديالو الزوجات ديالو كيفيقهم تماما، ويشد المئزر بكناية على أنه ما كتكونش المعاشرة الزوجية في تلك الليالي العشر الأواخر، ولكن للمعتكف ليعتكف في المسجد، ما غيره لا. فإحنا بالنسبة لنا في هذا العشر الأواخر نقلد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بمعنى صلوا العشاء ديالنا وصلوا التراوح ديالنا، نمشيو نسترحوا في ديورنا واحد شوية، ونفيقوا نتسحروا، ونفيقوا قبل السحور نصلوا شي بركة، صلوا صلاة التهجد، ومنين تسحروا مشيو للجامع نحضروا صلاة التهجد عاوتاني تما مع الإمام. هذا في هاد العشر الأواخر نكثر نزيدوا نطلعوا نسب، علاش؟ لأن في هاد العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وهذه ليلة القدر كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. العشر الأواخر بمعنى من 21 حتى 29 ولا 33. في رواية أخرى: التمسوها في الليالي، في الوتر، في الوتر، في الأوتار من شهر رمضان، بمعنى ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وليلة 29. وهناك حديث لأحد الصحابة تقول فيه: والله إني لأعلم أية ليلة هي، إنها ليلة 27. وهذا هو اللي خذ به جمهور العلماء أنها ليلة 27، ولكن إحنا في هذيك العشر الأواخر نزيدوا، نزيدوا في العمل ونربيو نفوسنا، بمعنى يظهر علينا اثار الصيام في السلوك ديالنا. فملي كنوصلوا ليله القدر هي ليله خير من الف شهر، وسيد ربي عطاها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للامه ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الف شهر ليست فيها ليله القدر، اي العمل في تلك الليله، قيام تلك الليله يعني افضل من العمل يعني تقريبا واحد 83 سنة. فإذن هذا خير كبير، بمعنى أن ديك الليلة تخصها واحد استعداد نفسي وروحي خاص، ولكن كنبداوه مع بداية العشر الأواخر، لما كنلتمسوها في كل ليلة، لما كنلتمسوها في الليالي الأوتار، ولما كنجيو لديك الليلة بالضبط. احنا كانت عندنا واحد العادة في بلادنا، ليلة القدر كانوا الناس ما كيخرجوش من الجامع، ملي كيمشيو يصليو المغرب، يصليو العشاء، يصليو التراوح، يقعدوا يذكروا الله، تيتجاب كيجيبوا الناس الطعام من الديور، كيجيب كل دار كتجيب كسعة الكسكسو، كيتعشاو الناس مجموعين ويجمعوا ويعاودوا يرجعوا للصلاة القيام الليل حتى تتقرب الفجر واحد الوقت، كيمشيو لديورهم كيتسحروا وكيعاودوا يرجعوا وعاودوا يصليوا تيختموا القرآن الكريم، وكيطلبوا الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم، لأن هذيك الليلة ليلة مباركة، ليلة مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم سولته أم عائشة رضي الله عنها، قالت له: يا رسول الله، إذا وافقت هذه الليلة ماذا أقول؟ بمعنى يعني كيقول لها، كتسول وكتقول: يا رسول الله، إلا أنا توافقت مع هذيك الليلة، لأن هذيك الليلة عندها علامات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، منها أن الشمس ديالها ملي كتشرق تشرق لها شعاع عليها، ما عندهاش دوك لي غيون شعاع، هذا هو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وافقت هذه الليلة قولي، أي دعي
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شنو العفو؟ كيمحي الذنوب كيمحيهم. المغفرة كيسترها، المغفرة كيستر الذنوب، يعني يغفر لي أي يستر استرني. إنما عفو عني كيمحي. ولهذا كتقول في ذلك الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهي ليلة خير من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة وكتشارك المؤمنين في المساجد وفي المصليات وفي الدور، من كيتصليوا الناس في ديورهم يعني في كل مكان يذكر فيه الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام يعني سلام نفسي، سلام روحي، سلام بدني، سلام من عند الله الذي هو السلام. تنزل الملائكة، تنزل بمعنى كينزل الأمواج ديال الملائكة تنزل وكتعيش مع المؤمنين ديك الليلة. فكنطلب الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذه الأيام ويبارك لنا في ليلة القدر ويجعلنا من الفائزين فيها.